ونصل الآن مشاهدينا إلى فقرة ضيف، ونواصل من خلال النقاش حول آخر تطورات الأزمة بين المغرب وإسبانيا. معنا من الداخل الدكتور محمد العمراني بخبزة، المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء النور سعد الله. تطورات كثيرة، معلومات كثيرة، آخرها المغرب يعني يكشف عن تورط 4 جنرالات جزائريين في قضية دخول إبراهيم غالي نحو إسبانيا بجواز سفر جزائري وتحت هوية مزورة. هناك معلومات تروج تتعلق بضغط شخصية بارزة في النظام الجزائري على إسبانيا للحيلولة دون الدفع باتجاه محاكمة زعيم الانفصاليين في إسبانيا. صح هذا الأمر وخروج غالي دون محاكمة، ما الذي يمكن أن يترتب عن ذلك برأيك على مستوى مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية؟ ومن دون شك أن لا أحد لا في المغرب ولا في إسبانيا يرغب في أن تعرف العلاقات الثنائية المزيد من تقهقر ومزيد من التراجع، بالنظر إلى كون أن بناء هذه العلاقات الثنائية أخذ من الطرفين الكثير من الجهد، وكان هناك عمل طويل ومضني حتى تم بناء هذا النوع من العلاقة القائمة على حسن الجوار وعلى الشراكة الاستراتيجية. لذلك فربما أن الطرف الإسباني يعي جيدا الآن أن أي تصرف أو سلوك يمكن أن يغضب الرباط فهو يجب التفكير فيه ماليا، لأن وزير الخارجية المغربي كان واضحا عندما أشار إلى كون أن خروج غالي من التراب الإسباني دون محاكمة وربما قد يتم بنفس الكيفية التي دخل بها، فهذا قد يؤدي إلى اتخاذ الرباط لإجراءات دبلوماسية ربما أنها قد تؤدي في ربما كما قلت أن هناك تراتبية على مستوى اتخاذ القرارات الدبلوماسية بعد استدعاء السفيرة للتشاور، قد يكون هناك ربما اتجاه نحو قطع العلاقات، وهذا ما لا نتمناه سواء كمغاربة أو حتى الإسبان لا يتمنون ذلك. عندما نتابع غالبية تصريحات الإسبانيين فهم لا يرغبون في المزيد من التوتر بين الطرفين. لذلك كما قلت أن إسبانيا من خلال تصريحات متتالية من مسؤولي الإسبان يظهر أنهم بدأوا يستوعبون الآن خطورة الإجراءات التي تم اتخاذها وحالية الجانب ودون استشارة مع المغرب، ولربما أنهم لن يتجهوا في اتجاه اتخاذ إجراءات متهورة يمكن أن تؤدي إلى المساس بطبيعة العلاقات اللازمة ما بين دولتين تربطهما مصالح متعددة ومتداخلة. يعني هو لا أحد يرغب في عودة العلاقات إلى مستوى الصفر، لكن خطوة استدعاء السفيرة المغربية للرباط يعني واضحة ولها دلالات كبيرة. الآن دعني نتوقف عند تأكيد انفصالي آخر كان يوجد مع غالي أو بن بطوش الحالي في إسبانيا، يؤكد أن هذا الأخير لن يضع نفسه رهن إشارة العدالة الإسبانية. ما الذي يعني ذلك في هذا الوقت بالذات؟ ربما هذه هي النقطة التي فيها الكثير من اللبس بالنسبة للطرف المغربي، لأن من المفروض أن السلطات القضائية كان يجب عليها أن تتخذ على مستوى إعمال المسطرة أن تتخذ الإجراءات القضائية اللازمة في هذه الحالة، طالما أن هناك ملف قضائي مفتوح، طالما أن قاضي التحقيق يبحث في الملف، فكان من المفروض أن يبادر أو تبادر السلطة القضائية إلى اتخاذ ما هو معمول به عادة في هذا النوع من الحالات، وهو على الأقل أن يتم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية وإن كان أنه داخل المستشفى. فتأخر لحد الآن قيام السلطات القضائية بهذا النوع من الإجراء المسطري هو الذي يدفع المغرب إلى المزيد من التشكيك في جدية وفي نوايا السلطات الإسبانية، لأن كما قلتم في البداية أن السلطات الجزائرية هي
متدخلة في هذا الملف، وربما فاوضت السلطات الإسبانية على أمور لا ندري، وبالتالي أن السلطات الإسبانية تجد نفسها الآن مطالبة باحترام ربما هذا الاتفاق، ولكن في ظل وجود سلطة قضائية مستقلة لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن صفقة ما بين السلطة التنفيذية الإسبانية وما بين السلطات العسكرية الجزائرية، لأن السلطة القضائية مستقلة ولها الحق في أن تتخذ وتعتمد المساطر القضائية التي هي اعتمدت في حالات مشابهة، كان هناك موضوع بينوتشي إلى غير ذلك. فلذلك المغرب الآن ما يجعل الشكوك تنتابه بشكل كبير، وكيف أن القضاء الإسباني الذي نعتبره قضاء مستقلا لم يبادر لحد الآن باتخاذ ما هو لازم وواجب في الحالات ربما أقل من الحالة التي نتحدث عنها الآن. أستاذ أبو خبزة، فعلا هناك تشكيك مغربي كبير في النوايا الإسبانية الآن، هذا الملف القضائي مفتوح الآن، ونذكر بأنه تم حفظ قضايا أخرى تتعلق بتورط شخصيات جزائرية في قضايا رائجة أمام نفس المحكمة المعروض عليها، يعني قضية إبراهيم غالي ومع نفس القاضي. ألا يخشى أن يكون مصير قضية غالي المتابع من قبل مواطنين إسبان لدى محاكم إسبانيا ومن أجل جرائم ارتكب عدد منها في إسبانيا كمصير القضايا التي كنت أتكلم عنها؟ نعم بالفعل، هو ربما أن هذا الأمر أثير في الإعلام الإسباني ومن قبل المتتبعين الإسبان، وهذا ما قد يمس بصورة القضاء وباستقلالية السلطة القضائية وحتى الحديث عن الديمقراطية الإسبانية وعن دولة الحق والقانون. لماذا؟ لأن الآن لا يتعلق الأمر فقط بموقف المغرب، بل يتعلق الأمر كذلك بحقوق الأطراف التي رفعت الدعاوى، والأمر يتعلق بأربعة دعاوى. فهذا سيدفع إلى التشكيك في مدى صدقية الشعارات المرفوعة في إسبانيا بشكل خاص، وهي حول استقلالية السلطة القضائية. ولكن من دون شك أن ما وقع الآن من خلال تتبع وسائل الإعلام ليس فقط الإسبانية بل وسائل الإعلام الدولية الآن أصبحت مهتمة بشكل كبير بهذا الملف. هناك ندوات وموائد مستديرة ونقاش في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في إسبانيا لهذا الموضوع، بل حتى على المستوى الأوروبي لاحظنا كيف أن هناك قنوات إعلامية كثيرة وعديدة تتابع الملف. بالإضافة إلى كل هذا وذاك، نحن نعلم أن هناك أطراف لها حقوق تنادي أو تطالب باحترام حقوقها. لذلك لا أتصور أن ترتكب إسبانيا أو تقوم بعمل يمكنه أن يمس بكل ما تم بناؤه لحد الآن منذ 1978 في إسبانيا، أي بناء النموذج الديمقراطي على الطريقة الأوروبية. فمن تم من هذا المنطلق أعتبر أن متابعة الرأي العام الدولي لهذا الملف وإصرار ذوي الحقوق في المطالبة بإنصافهم لا أظن أنه يمكن القيام بخطوة غير محسوبة العواقب. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد عمراني بخبز المحلل السياسي، انتهى الوقت المخصص لهذه الحصة، شكرا لك على تواجدك معنا. شكرا لك.